هي يا ليزا، هتسمي بنتك الجديدة ايه؟ معرفش، خديها مني. يلا خديها مني. في ايه؟ ليه مش عايزة تشيليها؟ خديها مني بس. يلا. طيب ما قلت ليش هتسميها ايه؟ انا مش محددة لها اسم، اي اسم وخلاص. ازاي يعني؟ ده المفروض تكوني مختارة لها اسم من بدري. كلارا، كفاية الكلام بقى. يا كلارا، بصراحة انت رغاية جدا. في ايه؟ انا كل اللي بعمله ان انا بسألكم على اسم بنتكم، واحنا ما سميناهاش حاجة. خلاص بقى، ملكيش دعوة. ايوة، اقول لها يا جاك عشان انا تعبانة ومش قادرة اتكلم، وبالعموم انا هنام. براحتكم، انا هاخد البنت وهطلع برا. اعملي اللي تعمليه، احنا مالنا. معلش يا حبيبتي، ما تزعليش، انا هختار لك اسم. ايه رأيك في اسم ماري؟ اكيد هيعجبك وهيعجبهم كلهم. خلاص نسميكي ماري. ان شاء الله حياتك هتبقى كلها سعيدة. بحبك قوي يا ماري. الجو برد جدا. ماما ماما، عاوزة ايه؟ ممكن تديني بيجامة بس تكون بكم وتقيلة عشان سقعانة جدا. قومي جيبي انتي لنفسك. يا ماما انا مش بطول الهدوم. لا اعتمدي على نفسك يا ماري، مش كل حاجة انا هعملها لك. ايه ده، انتي خنيقة قوي. يا ماما لو سمحتي، يا ماما سقعانة جدا. ماري، هي كلمة واحدة، مش هقوم يعني مش هقوم. ده انتي رخمة، صح؟ شكرا يا ماما، شكرا. بلا شكرا بلا بتنجان. يلا بعدي من هنا، امشي. يا ربي بقى دايما ماما وبابا بيعملوني بالطريقة دي، انا زهقت. ما عنديش اي حاجة، ولا هدوم ولا اي حاجة، وهفضل سقعانة كده. يا ربي الجو سيء جدا. بابا بابا، عاوزة ايه يا ماري؟ ممكن يبقى تطفي المكيف لو سمحت، انا سقعانة جدا. المكيف؟ ايوة. عيوني، حاضر. شكرا جدا ليك، شكرا. بس فين ريموت المكيف؟ اهو يا بابا. ماشي، اهو اهو. بابا، انت عليت المكيف كده بقى بارد اكتر. انا كده سقعت اكتر يا بابا. يا بابا انا سقعانة يا بابا، ممكن توطي شوية؟ انت سقعانة وانا حران، انا مالي بيكي. بابا بقولك هتلج يا بابا، انا سقعانة جدا. وانا مالي انت سقعانة ولا مش سقعانة؟ انا المهم طبعا، عشان الكبير انا حران وعاوز حاجة تهويني. مش مشكلتي بقى انك سقعانة. اكيد. ما استغربت ان هو راح يعمل لي حاجه انا طلبتها. ماشي، اعمل ايه بقى، هي دي حياتي. يا ربي يا ماما، انتي وبابا دايما قاعدين على الموبايلات كده. اهلا يا جماعه، ردوا عليا لو سمحتم، حد يرد عليا. طب ليه بتطنشوني؟ حد يكلمني. عاوزه ايه؟ ده انتي رخمه. شكرا. خالتو 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 خالتو، وحشتيني. وانت كمان وحشتيني يا ماري. ايه اخبارك يا خالتو؟ الحمد لله كويسة، جبتلك معايا هدوم وألعاب. بجد يا خالتو؟ ايوة. فين مامتك وباباكي؟ جوه يا خالتو. طيب انا داخله. يلا يلا يا خالتو، وريني انت جبتيلي ايه. حاضر يا حبيبتي. بصي، جبتلك لبس صوف عشان الجو شتا وساقع. ياي، انا كان هنا المبرد بيسقع الجو جدا، وانا كنت سقعانه وعمال اقول لماما تديني لبس وهي مش راضيه. بقول لبابا يوطي المكيف، راح علاه. معلش يا ماري يا حبيبتي، معلش، حقك عليا.
صدقيني هعوضك عن كل اللي بيحصل. انتي غلطة بطريقتي ليه؟ معلش يا ماري عشان انتي صعبانة عليا. عادي يا خالتو، هي دي حياتي، اعمل ايه؟ معلش يا حبيبتي، صدقيني هعوضك عن كل حاجة بتحصل. مصدقك يا خالتو. المهم خلاص انا همسح دموعي، هوريكي دلوقتي اللي انا جبتهولك. ماشي يا خالتو. اهو، ايه رأيك تلبسيه؟ ماشي هلبسه دلوقتي. واو جميل جدا وبيدفي. الحمد لله ان هو عجبك. والعربية دي انا كنت بشوفها على النت، انا بحبها جدا. شكرا لك يا خالتو. العفو يا حبيبتي على ايه، انت تستاهلي اكتر من كده. معلش والله ما قدرتش اجيب لك حاجات كتير. خالتو ما بتقولي معلش على ايه؟ دي الحاجات دي كتير جدا. انا هروح اسلم على مامتك وباباكي. ماشي يا خالتو. اهلا يا ليزا. كلارا انت جيتي؟ ايوه جيت. طب تعالي عشان عايزه اكلمك في موضوع. ماشي. انا عارفه انك بتحبي ماري وكل حاجه، بس انتي المفروض ما تجيبلهاش كل شويه طقم وكل شويه العاب ومش عارفه ايه كده، هي هتتعود على الدلع ولما تكبر مش هتقدر تعتمد على نفسها. لا مين قال كده؟ انا يعني مش بدلعها قوي، بس انا بجيب لها الحاجات اللي هي نفسها فيها. مش معنى ان انا بجيب لها حاجات يبقى انا بدلعها اخر دلع. وبعدين هي طفل، المفروض ما نحرمهاش من حاجه. كلارا دي بنتك ولا بنتي؟ انا حره. بنتك ولا بنتي؟ ليزا انا بعمل كده مع بنتك عشان هي يعني غلبانه، مامتها ما بتجيش تقول لها معلش ولا بتجيب لها اي حاجه. ده هي بتقول ان انت مش راضيه تجيبي لها لبس تتدفى فيه. حرام عليك يا شيخه، خلي عندك دم. ولا يوم لما ولدتيها ما كنتيش مختار لها اسم ولا كنت مديها اي اهتمام، وكنت عماله تقولي لي ايه خدي يلا خديها مني، صح؟ انت مالك اصلا؟ مش انا اختك يا ليزا ولا ايه؟ يو بقى يو. بصي يا كلارا، خديها وامشوا عني، انا مش عايز اشوف وشكم تاني. انت تتبري عن بنتك؟ تتبري عني ماشي، وتقولي لي مش عايز اشوفك تاني ماشي، لكن دي بنتك. ازاي تعملي كده؟ ازاي يا ليزا؟ ايوه انا بتبرى من بنتي، انت مالك؟ خديها يلا وحلوا عني، بعيدوا عني، انا ما بحبكوش اصلا. تعرفي بقى ان هي ملهاش حق ان هي تبقى معاكي، هي ما تستاهلكيش اصلا. هي تستاهل حد احسن منك، والاحسن ان هي تعيش معايا انا بس، وتبعد عنك انت وجوزك ده. في ايه يا كلارا؟ معلية صوتك ليه؟ في ان مراتك بتتبري من بنتك. على فكرة بقى ليزا معاها حق، عشان دي معفنة. ده كويس ان احنا مستحملينها لحد دلوقتي. مستحملينها لحد دلوقتي؟ هي عندها كام سنة؟ عندها 3 سنين. حرام، انتوا ما عندكوش دم. يلا يا حبيبتي يلا عشان نمشي. يا خالتو احنا نمشي من هنا خالص؟ ايوه يا حبيبتي هنروح نمشي لوحدنا. ماشي يا خالتو. يلا انا جمعت لك كل حاجتك هنا، يلا عشان نمشي. يلا يا خالتو. انا ماشيه يا ليزا. يلا غوري انت وهي مع الف سلامه، امشوا امشوا. اوعدك يا ماري يا حبيبتي ان انا هعوضك وحياتك هتتغير للاحسن. ايه رايك يا ماري يا حبيبتي في بيت المتواضع؟ جميل قوي يا خالتو، دي اول مره انا اجي هنا. ايوه ما انا عارفه يا حبيبتي. مامتك وباباكي ما كانوش بيطلعوك من البيت، كانوا حابسينك. ايوه يا خالتو. المهم احنا هننسى كل حاجه حصلت زمان، ماشي؟ ماشي يا خالتو، هننسى كل حاجه حصلت، وانا هعوضك احسن من كده مليون مره، وهجيب لك كل حاجه انت عاوزاها. بصي اي حاجه هتحلمي فيها هجيبها لك. ياي هنستمتع يعني يا خالتو؟ اكيد. ايه رايك دلوقتي يا ماري ناخد قيلوله، وبعد ما نصحى ننزل بقى نشتري العاب وهدوم. بصي انا هظبطك هدوم. ماشي يا خالتو، انا بحب ذوقك قوي في اللبس. ماشي يا حبيبه خالتو، يلا. يلا بقى عشان ننزل. يلا. اوعدك ان احنا نستمتع. هعوضك يا ماري هعوضك.
رأيك في المحل ده؟ فيه كل حاجة صح؟ أيوة يا خالتي، ده فيه حاجات جميلة جدا. هو أنا هشتري من اللبس ده؟ أيوة أنا هشتريك من اللبس وأشتريك من كل حاجة، وكمان هنروح على محل الألعاب وهوديكي مكان كده زي سنتر بيرسموا فيه. الله، رسم يا خالتي رسم. أيوة يا حبيبتي، هنرسم على لوح ضخمة. الله، بحب الرسم جدا، دي هوايتي. طيب كويس، يلا بس عشان نشتري اللبس، عشان متحمسة جدا. وانا متحمسة اكتر عشان اللبس باين عليه جميل والحاجة باين عليها حلوة. خلاص احنا اشترينا كل حاجة. خالتو. نعم. بتفكري باللي انا بفكر فيه؟ ايس كريم؟ ايس كريم! ياي، بحب الايس كريم جدا. وانا بحبه اكتر. يلا بقى كل الايس كريم عشان نروح سنتر الرسم. يلا. خالتو. ايه؟ هو الناس هنا عارفينك؟ ايوه كلهم عارفيني. اهلا اهلا يا كلارا، لبسك جاهز انتي والصغننه. اسمها ايه صح؟ انا اسمي ماري. عاشت الاسامي يا ماري. خالتو هي اللي مسمياني ماري، تعرف كده؟ بجد اول مره اعرف ان كلارا بتنقي اسامي حلوه كده. بصي هنحط الحاجه هنا ونغير هدومنا. ماشي ماشي يا خالتو. ايه ده، في مشكله؟ في ايه يا خالتو؟ في ماسك واحد بس. خلاص يا خالتو انت البسيه. لا طبعا ابدا، انت اللي هتلبسيه. لا انت اللي هتلبسيه. لا انت اللي هتلبسيه. يو يا خالتو انت اللي هتلبسيه. مين فينا الكبير؟ انت. يعني مين اللي هيلبسه؟ انت. لا انت. ماشي يا خالتو، شكرا. العفو. عايزه تاخدي انهي رسمه، اللي بالطول ولا بالعرض؟ اللي بالعرض. ماشي انا هاخد اللي بالطول. ماري يلا اصحي. نعم يا خالتو، في ايه؟ يلا يا ماري يا حبيبتي، عشان انت كبرتي والمفروض تنزلي المدرسه. مدرسه يا خالتو؟ انا عمري ما روحت مدرسه. المدرسه ده مكان جميل جدا يا حبيبتي، هتتعلمي فيه كل حاجه. وانا خلاص اشتركت لك في المدرسه ومعايا الكتب بتاعتك وكمان لبسك. ماشي يا خالتو، بس انا خايفة لحسن حد يتنمر عليا. من دول محدش يقدر طبعا. ما تخافيش، محدش هيعمل لك حاجة. ماشي يا خالتو. يلا يا حبيبتي جهزي نفسك عشان تنزلي. حاضر يا خالتو. انا هو جهزت يا خالتو. وانا خلاص حضرت لك الفطورة، هو حطه لك عشان تاكلي. بس انا ماليش نفس اكل. لا لازم تاكلي عشان ما ينفعش تنزلي المدرسة من غير لما تاكلي، كده هتتعبي ومش هتعرفي تركزي. طيب يا خالتو. وكمان حضرتلك نوع الرقاق اللي انت بتحبيه. اكيد هاكل. يلا كلي. يلا بقى يا حبيبتي انزلي المدرسه عشان ما تتاخريش. حاضر يا خالتو، هتلاقي الباص مستنيكي تحت. ماشي.
سلام يا خالته. سلام. انت يا بنت جاي متاخر ليه؟ معلش والله اسفه، اول يوم ليا في المدرسه. يلا روح على صفك. يلا. حاضر. ايه ده، دي بنتي جديده؟ ايوه ما انا ملاحظه. يا رب المدرس بتاع السنه دي يكون كويس. ايوه الحسن بتاع السنه اللي فاتت ده ما كنتش بفهم من شكله حاجه. خلاص بقى اسكت يا جماعه عشان انا مصدع ومش طايق حد. ايه يا عم مالك قلب علينا كده ليه؟ خلاص بقى اسكت بقى، ده انا مديك على وشك. يلا يا ولاد ادخلوا الفصل عشان خلاص المدرس هيجي. يا ترى اول حصه علينا ايه؟ ممكن يكون العلوم لا رياضه. انتي عرفين على نفسك. انا اسمي ماري وعندي 11 سنه. اسمك حلو، باين عليها ان هي حياتها جميله وسعيده. انتي اصلا عرفتي منين بحياتي؟ باين على وشك وعلى لبسك وعلى شعرك. ايه الهبل اللي انتي بتقولي ده؟ خلاص بقى اسكت، انت كمان اصلا مالكش دعوه. اهلا يا ولاد، انا مستر جاك. ايه ده، انت يا بنت اسمك ايه؟ انا اسمي مش عارفه اسمها. اكيد نسيت اسمها. عمالة تلقلق ولا كانها طفله. كل واحد يقعد مكانه ويسكت. انت اسمك ايه؟ ماري. ماري. ايه ده، هو انتي؟ ما كنتش متوقع ان انا هشوفك تاني يا ماري. اوه شكلك يا مستر كنت عارفها قبل كده. ايوه اكيد، دي بنتي اصلا، بس انا سبتها من زمان عشان هي فاشله ومريضه في حاجه في عقلها، فالاحسن بعدوا عنها. ماشي يا مستر. هتعيطي ولا يا ماري؟ انت كل ده بتذاكري يا حبيبتي يا ماري؟ ايوه يا خالته، بقى الثانوية. يا خالته افتكرت ايام اعدادي كانت حلوة جدا، وكانت الدروس فيها بتكون سهلة، مش زي ثانوي هنا الدروس كلها صعبة. ان شاء الله تنجح وتجيب الدرجات العالية ان شاء الله. خالته انا كنت عايزة اقولك على حاجة. حاجة انا كنت مخبيها عليك من 4 سنين. خير؟ قولي يا ماري. الصراحة اللي كان بيدرسني في اعدادي هو بابا. باباكي جاك؟ ايوه. وقعد يتريق عليا وقال له الناس كلها في الفصل ان هو بابايا، وقال ان هو سابني عشان كنت مريضة عقليا، او كنت غبية وفاشلة وعندي حاجة في عقلي. وانا طلعت ساعتها قعدت اعيط، بس انا مرضتش اقولك عشان انت اكيد ما كنتش هتقدري توديني مدرسة تانية. ليه ما قلتليش يا ماري؟ ليه؟ كنت هنقلك مدرسة تانية بدل ما انت كنت كل يوم بتروحي وبتتعذبي كده هناك. مش عارفة اصلا ازاي قدر ان هو يقول كلمة زي كده للولاد. انت عارفة بابا بقى. المهم يعني هو مش من المدرسة؟ هو ممشيش لسه بيدي اعدادي، بس انا بقى لما دخلت ثانوي بقى في مدرس تاني بيديني، بس احسن منه مليون مرة. طيب كويس. بعد كده يا ماري لو في اي حاجة زي كده قوليلي على طول، ده لو عشنا يعني ان شاء الله. في ايه يا خالته، حاسه ان مزاجك متعكر كده بقاله يومين. مفيش يا ماري يا حبيبتي مفيش. يلا روحي دلوقتي كملي مذاكرتك. حاضر يا خالته. يلا عشان انا هصحيكي بكره بدري عشان تحضري الامتحان. ماشي، يعني لو عشنا ان شاء الله. انا ادخل بقى انام عشان انا تعبانه. ماشي يا خالته. هي مال خالته؟ مش مهم، يلا دلوقتي اذاكر. اكيد بس زعلان عشان ضغط الشغل وكده. يا رب، انا بقالي 3 ساعات بذاكر ولحد دلوقتي لسه ما خلصتش. يا نهار ابيض، دي الساعه 2 الفجر. خلاص انا كده خلصت مذاكره، دلوقتي بقى هدخل انام.
وفي اليوم التالي ايه ده، هو الساعة كام يا ربي؟ الساعة 9 الصبح والامتحان بيبدأ 9:30. هي ليه خالته ما صحتنيش؟ يا ربي خلاص، هي ممكن تكون تعبانة عشان الشغل، انا هروح دلوقتي. طب هي المفروض تروح شغلها دلوقتي، اصحيها ولا اسيبها نايمة؟ خلاص خلاص هسيبها نايمة عشان تستريح. يا ربي بسرعة بسرعة. يلا انت ليه اتأخرتي؟ يلا خدي الامتحان بتاعك يلا وقعدي. حاضر حاضر. يلا حلو بسرعة عشان الامتحان خلاص هيتلم. الو، طيب اخبر مين؟ ماشي طيب ماشي. سلام سلام مستر جاك. نعم، عاوز ايه؟ في خبر جالي على التليفون عشان تقولوا للطالبة اسمها ماري دي، ولا مش عارفة اسمها ايه، ماري ولا تاري مش عارفة اسمها ايه دي، ماري ماري ايوه، عايزة ايه؟ وقالوا لي اقول لأي حد عشان يقول لها. ماشي قولي وانا هقولها. ماري؟ نعم. عارفة خالتك اللي انت كنت عايشة معاها دي وبتحبيها؟ ايوه. مالها خالته؟ للأسف ماتت. مبروك. انتوا كدابين، انتوا كدابين، انا بكرهكم كلكم. لا انتوا كدابين. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟ بتقول انت كداب، انت كداب. انتي مسكني كده ليه؟ انتي انت كداب، خالتي ما حصلهاش حاجه، انت كداب، انا بكرهك، انت كداب. يا حبيبتي هو كل كلامه صح؟ اسكت، انتوا كدابين، انا بكرهكم، انتوا كدابين. دايما كانت خالته بتحب تقعد على الكرسي ده، الله يرحمها. انا مش قادره انساكي، انا مش قادره انساكي، انت كنتي زي مامتي. عشان مامتي كانت قاسيه عليا، هي وبابايا كانوا بيكرهوني وطردوني من البيت لما كان عندي 3 سنين، وانت الوحيده اللي اخدتيني عندك وكنت بتعملي لي كل حاجه انا عاوزاها، ودايما كانت حياتي فيها مشاكل، وانت اللي كنت بتعلقلي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طيب ليه حياتي كده؟ هي قالت لي ان حياتي كانت تبقى سعيده، قالت لي كده، وكانت بتعوض لي كل اللي فات، بس هي راحت وراحت كل حاجه هي عملتها معاها. كل شويه افتكرها. في حد بيخبط، امسح دموعي. اهلا بيك، انت مين؟ هو فين الاستاذه كلارا؟ أنا بنت أختها. طب أنا عاوزة كلارا. هي كلارا ماتت. أوه أنا أسفة جدا، أسفة جدا. نعمل إيه بقى؟ طيب أنا بس كنت عاوز أقولك إن هو المفروض حضرتك ما دفعتيش إيجار الشهر دوت، ولازم تطلعي من الشقة عشان أنت عارفة صاحب السكن شرير جدا، ولو ما دفعتيش وأنت ما طلعتيش برا البيت هيطردني أنا، وكمان ممكن يتعصب ويطرد كل الناس اللي في العمارة، فلازم ان انت تدفع يا اما تمشي. ادفع؟ وانا معايا فلوس منين؟ اسف والله مش عارفة. خلاص في خلال 5 دقايق هلم حاجتي واطلع. كل ما بشوف حاجة خالتي وهدومها والذكريات اللي احنا كنا بنعيشها هنا بحس ان انا عاوزة اعيط. امسكي نفسك يا ماري، امسكي نفسك، امسكي نفسك، امسكي نفسك. مش هقدر اعمل ايه، مش هقدر اعمل حاجة، انا خلاص انتهيت. ياريت لو الارض تتشقق وتبلعلي دلوقتي احسن من اللي انا عايش حياتي. يا رب احلم، يا رب اكون بحلم، يا رب اكون بحلم، اكيد ده حلم اكيد. يلا اصحي اصحي اصحي. انا مش هاخد حاجه معايا، مش هاخد حاجه. شكرا ليكي،
يا ربي مالها؟ ممكن عشان اطردتها. خلاص بقى اعمل ايه دلوقتي؟ انا بقيت مسردة في الشارع، مفيش اي حد يقول لي معلش او يجي يطبطب علي ولا اي حاجة، ومبقاش ليا حد. ماري حبيبتي معلش بقى الباقي في حياتك. اسكتي اسكتي، مش بحبك متكلمنيش. انا والله عارفة ان الست اللي اسمها كلارا دي كانت طيبة جدا، ده انا بصي حتى لبست اسود عشان كنت زعلانة عليها. مش شايفاك يعني لابسة اسود، ممكن ما يكونش معاك فلوس عشان تجيبي لبس. فهمت. اسكتي يا اسكتي. كانت طيبة جدا والله، كان اي حد يبقى محتاج حاجة تديله، ودايما كده بتبقى نظراتها جميلة جدا، وكانت دايما بتصبح الواحد على شوية كلمات كده جميلة. الصراحة اختي كلارا دي مفيش منها اتنين، دي جميلة جدا. اختك ايه بعد كل ده؟ اختك؟ اسكتي كفاية كلام بقى، اسكتي مش عايزة اشوفك تاني، مش عايزة اكلمك، ابعدي عني. بالعموم انا اتصلت لك على دار الايتام وهم هيجوا هياخدوكي. لا مش عايزة اروح دار الايتام. ما نعمل ايه بقى، مفيش حل غير كده. وايه، نقيت لك احلى دار ايتام في العالم، ده انا لفيت البلده دي عشان اجيب لك دار ايتام كويس، ولقيت ده احسن واحد بقى بيروحي. يلا مع الف سلامه. بكرهك بكرهك بكرهك. يلا انت ماري. ايوه انا ماري، عايزين منه ايه؟ يلا تعالي عشان تيجي معانا في دار الايتام. انا مش عايزه اروح في حته، انا عايزه افضل هنا. تعالي. سيبني سيبني. اسمك ايه؟ سيبوني فعلا، انا مش عايزه حد يكلمني، سيبوني. معلش احنا برضو لما جينا هنا كنا زعلانين جدا زي كده. ايوه بس اتعودنا على الموضوع. ايه رايك نكون صحاب؟ ايوه عشان نساعد بعض في الشغل. شغل ايه بس؟ ما احنا بننظف هنا المكان كل يوم، وكمان بننزل بنطلب فلوس من الناس. يعني نشحت يعني. اهدي امسحي دموعك وقولي لي، قولي لنا انت جايه هنا ليه، يعني ايه اللي حصل؟ ماشي هقول لكم على حكايتي. انا اسمي ماري وعندي 15 سنه. دايما مامتي وباباي كانوا بيكرهوني وكانوا بيعاملوني اسوأ معامله، ولما كان عندي 3 سنين خالتي جت عندي واخدتني، ومامتي وباباي طردوني من البيت انا وخالتي، وخالتي فضلت عايشه معايا وقعدت تقولي ان هي هتعوضني عن كل اللي حصل. لكن في مرة روحت المدرسة ولقيت ان بابايا هو اللي شغال مدرس، وكان عمال يتريق عليا وبيخلي الاطفال يتنمروا عليا، وانا خبيت الموضوع ده على خالتي. بس في يوم من الايام قلت لها، بعد ما قلت لها زعلت جدا ان ما قلت لها ساعتها. وبعدين روحت المدرسة عشان كان عندي امتحان، روحت لقيت حد بيقول لي ان خالتي ماتت. طبعا انا ما صدقتش وروحت البيت بجري، ومن ساعتها ما روحتش المدرسه، وفضلت شهر في البيت لحد ما الست جت وقالت لي انت ما دفعتيش الايجار لازم تخرجي. وبعد ما خرجت فضلت متشرده، لقيت مامتي جت وعماله تهزر معايا. يا ريتها بتهزر عايزه مثلا تفرحني او اي حاجه، لا كانت عايزه تضايقني، عماله تفكرني بالحاجات الكويسه اللي كانت خالتي بتعملها، وده خلاني ازعل اكتر، وخلاني ان انا وحشت، وانا كمان زعلت جدا من كلام مامتي. وهي اللي اتصلت بدار الايتام ان هم يجي ياخدوني، وقالت لي ان هي ودتني احسن دار ايتام، بالعكس ده اسوأ دار ايتام في المدينه. ما انا كنت متوقعه منها كده، عمرها ما هتعمل حاجه كويسه ليا، عشان هي بتكرهني وبتكره خالتي اللي هي اختها. انا هقولك على حكايتي. انا واختي الصغيرين كنا فقراء جدا، وكنا دايما بنطلب فلوس من واحده كده، لكن هي ما كانتش بترضى تدينا. فبعدين في ست اتصلت لنا بدار الايتام وخلتهم يجي ياخدونا عشان نقدر ناكل. انا حكايتي الصراحه صعبه جدا. قولي. انا اهلي كلهم ماتوا يوم عيد ميلادي. بجد؟ ايوه كانوا كلهم راكبين حافله وهم عملوا حادثه وماتوا،
وصاحبتي قعدت تقول لي انها اقف جنبك، احنا عيلتك التانية، وفي الاخر رموني وودوني دار الايتام. كلنا عندنا حكايات صعبة. ايوه بقى نعمل ايه، هو ده اللي مكتوب لنا. المهم انا هقولك القوانين هنا على السريع. ماشي قولي. احنا المفروض بالليل بننزل نطلب فلوس من الناس، يعني بنشحن، تمام؟ ماشي. واللي ما بيجيبش فلوس بينزل يشتغل. ماشي. وطبعا الشغل بيبقى صعب جدا، ولو ما جبتيش فلوس او مبلغ اللي هم عاوزينه في اليوم ممكن يقتلوكي، ممكن يعذبوكي. لا عارفه بيعذبوكي ازاي، بيخليكي ما تاكليش ولا تشربي، ويفضلوا سايبينك في الشارع لحد ما تموتي. انا عايشه هنا بقالي شهور، انا دايما بسرق من الناس فلوس عشان ما بعرفش اشحت. بتسرقي؟ ايوه. نعمل ايه؟ خلي بالك احسن، صاحبة الدار هنا شريرة جدا وبتحب تعذب الاطفال. ايوه، وبتحب تلحس دموعهم. اصلا بتشرب دموع الاطفال. يا ايه ده، بنقولك هي شريرة جدا، في اكتر من 1500 طفل ماتوا بسببها. ايوه كانت بتفرح بيهم جدا، ما كانتش بتعمل عزا ليهم، كانت بتعمل فرح. فرح؟ ايوه، كانت بتجيب جثثهم كده هي في النص، وتشغل ما بينهم نار، وتفضل ترقص وتشغل اغاني، وبتعزم صحابها كلهم، بس صحابها بيستغربوا من الموضوع ده. اكيد هي مريضة. لا مش مريضة، هي بتعمل بتحب كده، تحب تعذب الاطفال، وبتفرح لما يموتوا، وبتحب تشرب دموعهم. اديكي كبيرة بقى ان هي بتاكل لحم الاطفال. ايه بتاكل لحم؟ يعني هي اكلت لحم بشر؟ ايوه، بس ده سر، وهتقولي لحد؟ احنا عرفناه لما كان صاحب الدار كان بيتكلم على التليفون وكان بيقول لحد، فاحنا سمعناه، بس لو قلت لاي حد ان احنا قلنا لك هيذبحونا. بالله عليك ما تقول السر ده لحد، صدقيني مش هقول لحد، صدقيني ما تخافيش. اصدقاء اصدقاء، وقت الاكل وقت الاكل. ايه ده، ايه الناس دول؟ دول مجانين، هما اللي بيدونا الاكل. مجانين؟ ايوه، لازم تاخدي منهم الاكل بالراحه من غير لما يحسوا بيكي. ازاي؟ لو حسوا بيكي ممكن يضربوكي ضرب تموتي فيه. يا ربي اللي جابنا هنا بس. بصي انا حريفه في اخد الاكل منهم، انا هروح اخد الاكل. ماشي، خلي بالك ما تخافيش. وقت الاكل وقت الاكل وقت الاكل وقت الاكل وقت الاكل وقت الاكل. ايه ده، هما ليه بيصوتوا بيجروا لما انت بتاخدي منهم؟ عشان هنا كده بيعرفوا ان احنا هزمناهم. طب هو ايه الاكل اللي جوه العلبة ده؟ بلاش اقولك عشان تعرفي تاكلي، عشان ما فيش اكل غيره. لا قوليلي قوليلي، انا هقولك، بس خلي بالك ما فيش اكل غيره، ممكن تقرفي وما تاكليش. هاكل اعمل ايه؟ ده لحم كلاب محمر. ايه؟ ايوه احنا بناكله كل يوم غصب عننا عشان ما فيش اكل تاني. يا ربي لا. اللي جابني هنا. معلش بقى يا ماري، كلي. يلا كلنا ناكل. واحد اثنين ثلاثة. حصل لك كده بس عشان انت اول مرة تجربيه. اهدي اهدي ما تخافيش، استنى هروح اجيب لها دواء. ماشي، اتفضلي يا ماري. الحمد لله. يلا جه الوقت عشان تنزلوا تطلبوا الفلوس. حاضر، يلا يلا. ايه ده، ايه المكان الغريب ده؟ ده في ناس كثيره جدا، زحمه جدا. ايوه، ما هنا كل اطفال الدار بيجوا هنا عشان يشحتوا. ايه ده، هو الدار كبير جدا؟ يا ده كبير جدا جدا. المهم يلا نقف بسرعه قبل ما حد يجي ويزعق لنا. يلا.
خدوا يا أطفال يا حبايبي، يلا خدوا، كله ياخد، يلا كله ياخد، يلا كله ياخد. شكرا شكرا يا ماري يا حبيبتي، معلش حظك وحش، هبقى أجيب لك فلوس المرة الجاية. امسكي نفسك يا ماري، ما تعيطيش. أنا زهقت من حياتي، زهقت زهقت. معلش يا ماري، نعمل ايه يعني؟ هي اديتهم كلهم الا احنا، وبتذلني وتعاملني وحش، حتى لما اتبرت مني بقت تضايقني برضو. طيب ماري، احنا هنروح نجيب لك ميه ونرجع. ماشي. واجيب دلوقتي فلوس منين؟ هيعذبوني لحد ما اموت. تا 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 تا. ده الست دي وقعت محفظتها. لو سمحت لو سمحت. ايه ده؟ لا انا هاخدها عشان انا محتاجاها. انا كده سرقت، سامحني يا ربي، سامحني سامحني، لو سمحت يا رب سامحني، انا اضطريت ان انا اعمل كده. همشي بسرعه قبل ما تشوفني. انا تعبت قوي من الشغل، احنا كل يوم مبقاش حد يدينا فلوس، مفيش حد ناخد منه فلوس ولا اي حاجة. انا تعبت كل يوم نشتغل نشتغل، انا زهقت قوي. ايوه نعمل ايه؟ خلاص طردونا طردونا، خلاص احنا نموت. انا اريح للموت، انا عايزة اموت دلوقتي، عايزة اموت. انا لو مت استريح بدل الحياة دي. زهقت زهقت زهقت. يا ربي. هدي نفسك يا ماري، هدي نفسك، ما تعيطيش كده. عارفين اقول لكم على حاجه؟ ايه؟ بكره عيد ميلادي، بكره اكتر يوم انا بكرهه في حياتي. معلش معلش. انا بقى زهقت زهقت، انا عايزه اموت دلوقتي، زهقت من الحياه دي. يا ربي، من ساعه ما اتولدت عادي بيها مشاكل، ما عرفتش افرح شويه مع خالتي او اي حاجه. وهي كانت حاسه، هي كانت حاسه ان هي هتموت، وكانت طريقه كلامها غريبه. كنت عايزه اقعد معاها شويه. مامتي وبابايا كانوا بيكرهوني، ما كانوش بيحبوني خالص. ليه عيطتي كده ليه؟ اهدي يا ماري، اهدي اهدي. انا تعبت من الشغل، تعبت تعبت. انت يا بنت، انت وهي واقفين هنا بتعملوا ايه؟ يلا عشان تنضفوا، وقال احنا قتلكم هتموتوا. انا عاوز اموت، تعالوا يلا قتلوني يلا. انت بتزعقي لي؟ لا هي ما تقصدش، هي ما تقصدش. في خلال 10 ثواني هلاقيكم انتوا كلكم لبستوا ومجيتوا عشان تنضفوا، انتوا فاهمين؟ ماري حبيبتي خلي بالك، اوعي تقولي لي كده ولا تتكلمي معاه كده، ده مش هيقتلك على طول، ده هيفضل يعذبك لحد ما تموتي، ممكن تفضلي 100 سنة بتتعذبي. انا زهقت زهقت بجد.